جامش نقارن الخنيسي ولا الهوني ولا يوسف البليلي بلوكوسا. ما شفتش حاجة تشد انتباهي في الأداء متاعه، وأنه يجي ويعمل ان بو لي سوي غلاس باش يعطل الهجوم نتاع المنافس وكذا، ما واش دور نتاع المهاجم اجنبي. ما تراش في المقابلات اللي خذا فيهم فرصته في المكان اللي هو يحب يلعب فيه كقلب هجوم مع الفريق الاولاني، مثلا مقابله المنستير، مقابله الملعب الجابسي، شنو مع مقابله المستير ومقابله جابسي، شنو اللي نجم يلفت انتباهك؟ سجل هدف، لا 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 مسالش سجل هدف عبار. يعني مهاجم شنو تنجم تطلب منه سيسلي؟ لا لا شوف انا وقت اللي نشوف ملاعبي باش ننتدبه ولا نشوف ملاعبي يلعب، نشوف حاجه خاصه للاجنبي نشوف حاجه مش موجوده عند المجموعه، يعني يمتاز عليهم بدنيا كما تقول مايكل، كما تقول يانيك، كما تقول ماليتولي اللي كان كوره وصحه رابيد، هو سرعه ما شفتش سرعه. الفرق بينه وبين الهوني كبير برشا، مش نفس البروفيل سيسلي بامبورت. شنو هو الفرق؟ انا نحكي لك الهوني عنده حاجه يمتاز بها على كره القدم التونسيه، كل دريبلور ورابيد صحيح. نجمش نقول اللي لوكوزا دريبلور شفتوش، نجمش نقول قوي فيزيكمون. شفت البونتو اللي تمرك هو كان موجود مع صاحبه نورمالمون الاخر يطيح وانت واقف، هو برك عليه يطيح وضرب الكره بالراس، فهمتني؟ على كل انا فرحان بالمردود اللي عمله كما مردود تكتيكي، لكن ما شفتش حاجه تخليه يلعب قبل الخنيسي مثلا. اذا الخنيسي جاهز اسكي لي كابابل لوكوزا باش يحط الخنيسي على البنك؟ نو no.